اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج زيبرش. طبعا الاول بنعتذر عن تأخير الحلقات. خلينا النهاردة ندخل في الموضوع. هندخل النهاردة ونتعرف النهاردة على البولي بنت. ايه البولي بنت؟ البولي بنت بالمصطلح العام كده عشان الناس بس تفهم، ان انت بتحط الوان على الشخصية بتاعتك او على الموديل ايا كان ايه هو، تمام؟ طبعا الالوان وتأثيرات الالوان والكلام ده كله، بحيث مثلا لو بتعمل شخصية تحط اللون بتاع الجلد مثلا والعينين بيبقى لونها مختلف وهكذا. ده البولي بنت. وفي الجزء الثاني من الحلقة هنتعرف على السبوت لايت. ايه هي السبوت لايت؟ هنتعرف عليها بطريقة تانية برضو، لوضع الالوان على الموديل. فدلوقتي خلينا نتعرف على البولي بنت. طبعا انا ما عنديش موديل معين اشتغل بيه. هنشتغل على اللايت بوكس كمان علشان الناس اللي عايزة تطبق ما يبقاش انا عندي موديل وانت بتطبق على موديل تاني. فهنستخدم حاجة عادية من اللايت بوكس وليكن الديمو هيد. ننزل الديمو هيد، هضغط على ايديت. طبعا انت هينزل عندك بالريد اللي هي الماتيريال الاحمر. عادة لما باجي اعمل بولي بنت ببتدي بالسكين شيد اللي هي سكين شيد. راحت فين السكين شيد؟ بس انت هتلاقيها تحت. طبعا دي ليه انا ببتدي بيها بالسكين شيد؟ لان زي ما انت شايف كده ماتيريال مبدئية كده كويسة، انا شايفها كويسة يعني في عملية البولي بنت، خصوصا كمان اللون الابيض بتاعها في البولي بنت فكويس جدا يعني. تمام، هشغل الماتيريال، هضغط على زر الماتيريال فوق. وطبعا اول حاجة زي ما قلنا هقول له كلر وفيل اوبجكت، تمام؟ يبقى كلر وبعد كده فيل اوبجكت. هنفعل الماتيريال، هنروح على السب تول. طبعا عندنا العين والاسنان، انت لو عندك نفس الكلام ده في الموديل مش شرط الموديل ده، يعني انت المفترض ان انت عملت موديل خلاص طبعا هتبقى عامل له عينين واسنان والكلام ده كله. فقلنا طبعا اتعرفنا من الحلقة اللي فاتت عايزين ندي طبعا العين يبقى فيها لمعان، شكل لمعان كده، تمام؟ فهنديها ماتيريال مختلفة وليكن التوي بلاستيك، تمام؟ طبعا هروح على كلر وفيل اوبجكت. ده دلوقتي لو بصيت على العين هتلاقي فيها لمعان اهي، طبعا يعني لو ركزت اهو هتلاقي فيه لمعان عن الماتيريال اللي هي بتاعت السكين اللي هي اللون الابيض بتاعت الشخصية بره، تمام؟ طبعا البولي بنت يبقى لازم تتعرف على حاجة الام ار جي بي. الار جي بي الام، تمام؟ الام ار جي بي دي الماتيريال واللون، الماتيريال واللون، تمام؟ الار جي بي دي اللون، الام طبعا الماتيريال. فلما اجي اتعامل مع ماتيريال، ماتيريال بس مش الوان، فاكون مفعل الام. انا دلوقتي جيت اختار ماتيريال ففعلت الام عشان ابتدي ان انا ادي ماتيريال فقط. لو جاي الون ادي لون فبالتالي طبعا هشتغل ار جي بي، دي مش محتاجة شرح، ار جي بي لان انا هدي لون بس، تمام؟ تحت بقى عندك، سيبك من الانتنسيتي اللي تحت دي بتاعت الفرشة، قلنا عندك الار جي بي انتنسيتي هنا دي اللي هتشتغل بيها بقى في البولي بنت، مش دي خالص، انسى دي دلوقتي، تمام؟ الار جي بي انتنسيتي هي اللي هتبتدي بيها في البولي بنت، هي اللي هتشتغل بيها دي قوة وتأثير اللون، لان انت ممكن منطقة تديها لون خفيف، منطقة تديها نفس اللون بس اغمق شوية وهكذا، تمام؟ طبعا هنكون قافلين زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الزي اد ده، مش عايزين زي اد خالص. زي اد ده خاص بالسكولت او خاص بالنحت، زي ما قلنا لو انت مفعل الزي اد وابتديت تدي لون هتلاقيه يدي لون ويدي نحت الاتنين مع بعض، لا احنا عايزين ندي لون فقط، تمام؟ طبعا الفرشة اللي تبتدي بيها فرشة الستاندرد دي اللي هتبتدي بيها، تمام؟ وطبعا انت ممكن تستخدم الدرو سايز عادي، تكبر وتصغر الفرشة والسيمتري والكلام ده كله، تمام؟ يعني تشوف المناسب ليك. نيجي بقى في الستروك، عادة انا بستخدم سبراي، تمام؟ وعندك الكلر سبراي برضو، بس انا بحب استخدم السبراي.
عموما يعني. وطبعا ممكن تستخدم الالفا والكلام ده كله. في حاجة كمان، انت دلوقتي قلنا بولي بنت، من اسمها بولي بنت يعني انت بتحط الالوان على البوليجن، فالافضل يعني هتلاقي اللون واقع اكتر وافضل اكتر. انا هقفل البرسبكتيف، هتلاقي اللون واقعي اكتر لما يكون البوليجن عالي. طب انت دلوقتي ازاي بتقول ما تعلوش البوليجن، وازاي بتقول يكون البوليجن عالي؟ دلوقتي انا قلت لك ايه القصة كلها، انت دلوقتي لو حطيت اللون على الموديل ده وخرجته بره بره زبراش، مش هتلاقي اللون عليه اصلا، لانك لازم تعمل تكستشر وتبعت اللون ده او تحط اللون ده على التكستشر عشان تبتدي تطلع الموديل بره بالالوان بتاعته. طبعا التكستشر هتبقى الحلقة اللي جاية وهي اخر حلقة، تمام؟ احنا نتعرف على البولي بنت بس دلوقتي، والحلقة الجاية نتعرف ازاي نعمل كل انواع التكستشر، ونعمل ازاي يوفي مابنج على ونفرد ازاي اليوفي ماب في البرنامج ده كله في الحلقة الجاية، وازاي نحط الالوان ونطلعها بره البرنامج ده كله الحلقة الجاية. الحلقة دلوقتي البولي بنت والسبوت لايت فقط، تمام؟ فخلي كلام الحلقة الجاية للحلقة الجاية، احنا دلوقتي كل اللي هنعمله هنحط اللون بس، تمام؟ فطبعا اول حاجة زي ما قلنا ظبطنا الستاندرد، ظبطنا السبراي، وطبعا الالفا هنخليها دلوقتي. نيجي بقى دلوقتي هنحاول على الار جي بي، تمام؟ هتبتدي ان انت بقى تشوف اللون المناسب ليك. انت عملت فيل كلر، فطبيعي لو جيت تغير اللون مفيش حاجة هتتغير معاك هنا، انما لو مكنتش عملت فيل كلر وجيت تغير هنا اللون هتلاقي الشخصية كلها اتغيرت. فدي فوائد الفيل كلر. فدلوقتي عايزين مثلا ندي اي لون للشخصية دي، تمام؟ فهنشوف لون مناسب، اي لون مناسب ليكن اللون ده مثلا يعني قريب الى حد ما من لون الجلد. وهتيجي بقى على شخصيتك وهتبتدي ان انت تدي اللون، بس خلينا الاول نعلي البوليجن. دلوقتي احنا على 3 مليون، كويس كده وكفاية عشان اللي جهازه مش هيستحمل، تمام؟ دلوقتي لما نيجي بقى نبتدي ندي، طبعا احنا عندنا سبراي مش هتفضل تضغط ضغطة كده، لا ده سبراي انت يعني زي نظام بترش اللون كده، تمام؟ فلو جينا ندي زي ما انت شايف كده اهو، شايف ايه اللي حصل؟ ايه ده اللون شكله غريب ليه؟ لان انت عندك ال RGB intensity 100%. فهنرجع كنترول زي عشان نرجع 100%، كتير جدا. انت بقى دي نسبيا بقى بدماغك انت، انا مش هقدر احدد لك نسبة تشتغل بيها، دي نسبيا، تمام؟ شايف دلوقتي اللون خف شوية عن الاول، تمام؟ كنترول زي نجرب نقلل شوية تاني. انت ممكن تدخل كذا لون مع بعض عشان توصل للدرجة اللي انت عايزها، وتغير في الالوان براحتك برضو يعني. كبر الفرشة زي ما انت شايف اهو، تمام؟ يعني تبتدي تدي الالوان. طبعا الجهاز بطأ مع عدد البوليجن، انا مش بشتغل من الجهاز بتاعي حاليا، بطأ مع عدد البوليجن ومع برنامج التصوير عشان البوليجن عالي شوية، 3,658,000. فعادة يعني اديك عرفت الفكرة، هتبتدي تدي الالوان، تمام؟ ممكن مثلا نقفل الزي اد، ونقفل الار جي بي وهشغل الزي اد، هرجع الفري هاند. ومثلا لو في مثلا اللي هي الشرايين زي ما قلنا في التفاصيل والكلام ده كله، هقفل السيمتري مثلا على سبيل المثال.
طبعا مش هيبقى بالحجم الكبير ده، بس عشان تشوف طبعا ده شكل الشرايين. فانا دلوقتي عايز ادي لون تاني مختلف. الشرايين دي ممكن هتلاقيها طبعا باللون الاخضر مثلا، فممكن اجي هنا كده واشوف لون اخضر خفيف. ممكن بقى هنا نعمل لير، نعمل طبقة. تمام، هقول له هعمل طبقة جديدة، طبعا شغالة هي دلوقتي، فممكن هكبر شوية ولا اخليها زي ما هي. هقفل الزئاد واشغل الار جي بي وابتدي مثلا على اخف من اللون ده. انا عملت اللون ده تقيل فهبتدي اخف من اللون ده لانها تفاصيل، وابتدي اديله اللون. طبعا انت ممكن تخفف حساسية اللون لانه مش هيبقى كده، انا بس مكبرها ومزودها عشان تبان في الفيديو. تمام، عشان بس تبان في الفيديو. وممكن طبعا تيجي زي ما عرفنا في ازاي بتحكم في الطبقات، ممكن اجي العب في الطبقات هنا، اقلل مثلا الطبقة دي شوية عشان خاطر ايه تندمج مع اللي تحتها، زي ما انت شايف اللي بيحصل اهو، وكأنها جزء واحد زي ما انت شايف ان هي ماشية تحت الجلد اهي. اللون بتاع الجلد ماشي على اللون الاخضر، فكأنها اندمجت مع الجلد، كأن الاتنين واحد زي ما انت شايف اهو. ودي فايدة الطبقات، يعني الطبقات ليها فايدة في النحت وليها فايدة في التلوين، يعني في كل حاجة. تمام، اهو زي ما انت شايف اهو. طبعا ممكن كمان تستخدم الالفا برضو، يعني مش شرط الالفا تكون للنحت وبس، لا الالفا ممكن تستخدمها برضو. وليكن هنجيب مثلا دي ونيجي على الوجه مثلا هنا مثلا، خلينا نكبر بس عشان تبان في الفيديو. وهنيجي طبعا هندي مثلا لون وليكن شبيه بلون الجلد بس داكن شوية، هزود الار جي بي شوية. تمام، هعمل بقى الدراج ريكت وهضغط الت. تمام، انا هضغط الت انا وهحط التفاصيل دي. فطبعا باللون ده دلوقتي واحنا على الار جي بي متأكدين من كل حاجة. تمام، هبتدي بص هنا بقى بيقول لك ايه، ركز، مش هاز بولي بنت لايرز. تمام، فهقول له مثلا احنا خلاص خلصنا، هقول له بيك اول. تمام، هبتدي بقى هضغط الت زي ما انت شايف اهو اللي حصل. هنقرب شوية عشان تشوف، شايف ابتدى يحط لي تفاصيل بالالوان، مش تفاصيل نحت بقى، لا دي تفاصيل الوان. تمام اهو زي ما انت شايف تفاصيل الوان، ممكن تغير برضو اللي انت عايزه. تمام، يعني اللي انت عايزه تغيره زي ما انت شايف اهو. خلينا نقرب عشان تشوف اهو، انا هزود علشان بس يبان، شايف اللي حصل، الالفة بتشتغل بالالوان برضو مش في النحت وبس اهو زي ما انت شايف. يعني ليك الحرية ان انت تتعامل براحتك زي ما انت عايز. تمام، ممكن كمان تيجي للشفايف تديها لون تاني يعني، وهكذا. يعني انا مش شايف حاجة صعبة، اظن انتوا كمان مش شايفين حاجة صعبة. وتبتدي تدي الالوان، حتى ممكن تديها عايزين نشوف الفا تديها بالفا معينة، ماشي نفس الالفا ممكن تديها بالفا معينة، ممكن نديها بالفري هاند وتدي لون زي ما انت شايف اهو، عشان يدي اللي هي التشققات اللي بتبقى في الشفايف دي مع اللون. وهكذا
ممكن كمان تديها من غير ألفة، تمام؟ طيب ممكن تديها من غير ألفة، تديها لون موحد من غير الألفة، هنقول له ألفة أوف، طبعا أنا مزودها انتنسيتي خالص، تمام؟ وتدي لون، تمام؟ يعني هي بس ايه، راجعة للفكرة مش أكتر، راجعة لتفكيرك أنت، تدي لون زي ما أنت شايف، تمام؟ أهو. ونيجي بقى على اللاير برضو، هنقول له لاير، تمام؟ ونيجي نعمل تفاصيل بالألفا، يعني حاول تشغل دماغك، تمام؟ ممكن تزود بقى أكتر، طالما هتعمل التفاصيل تزود أكتر، وأقول له دراج ريكت وتزود أكتر، هقرب عشان تشوف اهو، ممكن تديها لون افتح او اتكن على حسب ما انت عايز، يعني فاتح او داكن براحتك، وتكبر الفرشة مثلا اهو، شايف اللي حصل، وترتبهم انت بقى اهو، طبعا وتتحكم بقى باللير، تتحكم في الطبقة، تخلي اللون يبقى زي ما بنقول غالب على اللون التاني، عشان كأنهم مندمجين مع بعض زي ما انت شايف اهو، تمام؟ اهو بص، كأنهم مندمجين، كأنك عاملهم لون واحد. وما تنساش بعد ما تخلص باللاير، خلصت خلاص، تقول له بيك اول، تمام؟ تقول له بيك اول، علشان زي ما انت شايف اهو. وطبعا تبتدي زي ما قلنا تشتغل وتكمل، طبعا ممكن تدخل كذا لون مع بعضهم، مش شرط لون واحد، يعني مثلا يعني لو دخلت كذا لون، لو انت يعني عندك خلفية عن اندماج الالوان مع بعض وبقرا فيها شوية، ايه يعني مثلا لو عايز ادي لون كذا، ادخل لون مع لون ايه وهكذا، تمام؟ ممكن تدخل لونين مع بعض، احنا عملنا اللون ده كان الانتنسيتي كان حوالي 7، فهنزودها مثلا نخليه 14، هقفل الالفا اوف والسبراي. ممكن لو زي ما انت شايف دخلنا لونين لون تاني معاه، شايف اللي حصل اهو، ابتدى يديني حاجة تانية، شايف اهو، طبعا هتدي مثلا اللون الداكن، تدي اللون الداكن، وبعد كده تيجي تجيب لون فاتح وتمشي بيه، هتلاقيه ادالك شكل قريب للجلد بتاع الشخصية. وطبعا الشخصية بتاعتنا دي مش معليهاش اي تفاصيل، لو عليها تفاصيل كنت هتشوف فرق، هتشوف حاجة واقعية جدا. فطبعا البولي بند اخر حاجة، بعد ما بتعمل التفاصيل بالنحت كله بتبتدي تحط البولي بند. طبعا في حاجة شرحناها المرة اللي فاتت، حاجة شرحناها المرة اللي فاتت، وانا ما كنتش عايز اراجع عليها تاني، بس عشان الناس اللي هي مكسلة ان هي ترجع للحلقات اللي فاتت. لو عايزين ندي لون بماتيريال تانية، طبعا زي ما قلنا هنروح على الماتيريال، تمام؟ هقول له الماتيريال واختار ماتيريال تانية، ليكن مثلا الميتال، و هترسم بيها عشان ندي لون تاني، تمام؟ طبعا انت تصغر الفرشة بقى وحاسب وهكذا، تمام؟ اظن يعني الناس اللي تابعت الحلقة اللي فاتت عارفة الكلام ده كله، تمام؟ لو عايز تدي ماتيريال يعني يبقى الموديل عليه 2 ماتيريال في وقت واحد مع بعض وهكذا، وتعامل انت بقى، مفيش حاجة صعبة، تمام؟ طبعا صغر بقى والأذن والكلام ده كله، تمام. حاجة تانية بقى السب تول، طبعا لو هتعمل، لو عندك سب تول زي العين والفم والكلام ده كله هتختارها طبعا،
والافضل ان انت تقفل مثلا باقي الجسم تمام، وتركز على الحاجة اللي انت هتعمل لها البينت. طبعا كان المفروض نفصل الاسنان عن العين، تبقى كل حاجة واحدة. ممكن تعملها عادي عن طريق الامر سبليت، وتقول له جروب سبليت تمام، نقول له اوكي. طبعا هنلاقي دي انفصلت عندي، بس ممكن ان احنا نعملهم جروب مع بعض مرة تانية تمام، لان هو بيفصل لك كل حاجة مع بعض، وده عن طريق الامر ميرج. هتيجي نقول له ميرج داون، هنقول له اوكي. هنلاقي العينين رجعت مع بعض والفم وحده، فهنقفل الفم مش عايزينه، بقت العينين عندنا هي واحدة تمام. تمام هنيجي احنا مدينهم طبعا اللون اللي فيه لمعان. هنقفل الام وهندخل على الار جي بي. طبعا هتشوف بقى انت هتديهم لون ايه، عشان بس الوقت يعني مش هقدر اشرح كل حاجة. وليكن اي حاجة يعني، هديهم اي لون وخلاص، مش شرط. زي ما انت شايف اهو بقى في لمعان اهو، لما تيجي تعمل ريندر بقى يديك واقعية اللمعان ده، لان العين بيبقى فيها لمعان عن باقي الجسم وهكذا. ممكن ان انت بقى عايز تعمل هنيجي مثلا نجيب دراج ريكت تمام، وهنيجي على الالفا ونجيب الفا 6 مثلا. وطبعا انا اخترت اللون الاسود، هزود شوية ونيجي نعمل دراج زي ما انت شايف. ممكن نزود نعملها 100 بقى مش مشكلة اهو زي ما انت شايف، مرة تانية مرة تالتة اهو زي ما انت شايف. انت بقى ظبطها مع نفسك زي ما انت شايف اهو. طبعا هتعمل هتظبطها انت باللون الابيض بقى حواليها والكلام ده كله، وظبط اللون خليه داكن اكتر الاسود. انا بس بوري لك علشان الوقت تمام. وطبعا ممكن تيجي نجيب الالفا، تجيب ايه الفا 58، ونيجي على اللاير ونعمل طبقة، ونيجي على الجوانب هنا مثلا نجيب اللون الاحمر تمام. الراجل ده كان سهران، لا مش سهران قوي مش زومبي، هو سهران بس مش زومبي. فهنيجي شايف هنا الفرق بقى، لما يعتبر قليل راح على السبتول على الجيومتري ديفايد ماشي، بيقول لي ما تقدرش تعلى اكتر من كده. طبعا الناس وصلها. انا عايز اعمل ايه دلوقت؟ اروح على اللاير بتاعتنا وابتدي اتحكم بالسلايدر، هرجع للساب تول ونشوف كده. نيجي على اللاير نقول له بيك اول، على الساب تول بقى خلينا ممكن على جنب كده عشان ايه، وهكذا. انا بضيف اللي هو كأنها في اللي هي الشرايين الخفيفة اللي بتبقى دي باللون الاحمر باين على الجوانب، بس طبعا انت بقى اعمل اللون بقى، ظبط انت الالوان. انا بوريك يعني حاجات مبدئية كده، طبعا مش هتسيب
الأذن بتاعته باللون الأبيض وباقي الشعر وهكذا. انت بقى عايش وظبط مع نفسك تمام، وعرفت بقى ازاي تعمل التفاصيل والكلام ده كله. ده كان البولي بينت. بمجرد ما انت هتخلصه وتيجي تخرجه بره ال تيجي يعني خلصته هتيجي تخرجه بره البرنامج، مش هتلاقي الالوان دي، لان لازم يوفي ماب علشان تنقل اللون ده لليوفي ماب عشان تبدأ تستخدمه، تقدر تخرجه بره وتستخدمه. الحلقة الجاية هنتعرف ازاي نعمل يوفي ماب. فاحنا علشان ما نعيدش من اول وجديد، يا ريت تسجل اللي انت عملته ده. طبعا انت هتبقى مكمله غير انا ما كملتوش، انت هتبقى مكمله الوان وكله ومظبط الدنيا كلها تمام. فانت يا ريت تسجل، هنقول له فايل وتقول له سيف از تمام، علشان تبدأ الحلقة الجاية معايا وتكون مجهز الشغل على فرد اليوفي على طول تمام. ده كان الجزء الأول. ممكن تعمل ريندر وتشوف النتيجة بتاعتك ايه تمام. انت بقى هيكون طبعا عندك وقت بقى، انت هتشتغل مع نفسك وتحط ألوان بقى تكون مظبطها انت صح، وتكون مكمل الباقي والكلام ده كله تمام. طبعا لو مش عاجبك الماتيريال ممكن تغير الماتيريال، وهتلاقي هتلاقي يعني ردود تانية او شكل تاني واقعي اكتر. طبعا لو حاطط تفاصيل ارجع لحلقة الالفا وبقى حط تفاصيل على الشخصية وحط بعد كده البولي بنت، هتشوف بقى شكل واقعي اكتر واكتر. احنا الشخصية دي معلاش اي تفاصيل خالص زي التفاصيل اللي عملناها في الالفا. لو شفت حلقة الالفا وعملت نفس التفاصيل وحطيت عليها بولي بنت هتلاقي شكل واقعي جدا جدا تمام. دلوقتي نروح للجزء الثاني من الحلقة بتاعتنا وهو السبوت لايت. السبوت لايت ايه هو السبوت لايت؟ بكل بساطة سبوت لايت عبارة ان انت بتجيب صورة وبتستخدمها في عمل بروجيكشن او عمل وضع الوان من خلال الصورة على الموديل بتاعك، وده طبعا بيكون واقعي اكتر. لكن معظم الناس مش بتستخدمه، او يعني اللي هما مش يعني مش المحترفين، لا المبتدئين مش بيستخدموا. ليه؟ لانهم في ناس كلمتني طبعا منهم، عشان كده انا بقول الكلام ده، بيواجهوا صعوبة في انهم يلاقوا صور يستخدموها، لان معظم الصور بالشكل ده بتبقى مدفوعة ومش مجانية. طيب احلها ازاي؟ هقول لك حل بسيط، هو في ناس شايفاه مش احترافي، لكن طبعا احنا اتفقنا ان احنا ما فيش حاجة توقفنا، لازم ندور على اي حل بديل. فاللي شايف انه مش احترافي دي مشكلته هو. انا بوجه كلامي للناس اللي بتواجه صعوبة في انها تلاقي الصور دي تمام. والله لقيت الصور دي تستخدمها خير وبركة، ما لقيتهاش جرب الطريقة دي مش هتخسر حاجة. فنشوف الكلام ده معانا. خلينا نبتدي بالشخصية دي من اول وجديد من غير الكلام ده كله تمام. تمام كنترول ان عايزين اي حاجة، اي حاجة نفس الماتيريال شايف، عشان احنا عاملين اللون هنجيبه على الابيض color، وهنقول له هنرجع الاول و control n sorry مش عارف ايه اللي حصل edit color في الاوبجكت. طبعا ممكن ان انت او خلينا نستخدم ماتريال تاني عشان الناس اللي عايزة تستخدم ماتريالات تانية تمام. color في الاوبجكت تمام. كده عندنا مثلا احنا خلصنا الموديل بتاعنا تمام. نيجي بقى ايه هو السبوت لايت ده تمام. هنتعرف ايه هو السبوت لايت. اول حاجة نروح على التكستشر، قائمة التكستشر، وهنقول له import texture تمام،
وهتشوف انت حاطط الصور بتاعتك اللي هتستخدمها دي فين. ادي الصور مجهزها، تمام. هاخد الصورة دي تكستشر، هضغط على الصورة وهتلاقي، بص العلامات اللي عندك دي، عندك العلامة دي اسمها Add to Spotlight، هقول له Add to Spotlight، تمام. زي ما انت شايف فتح لك الصورة اللي انت اخترتها. طبعا الموديل ده مش موديل بنت، بس زي ما انا قلت لك انا ما عنديش موديل بنت اجرب عليه، فمش مشكلة. انا بس هديك الفكرة، وانت بقى طبعا وصلتك الفكرة، هتبقى مجهز انت صورة الموديل. لو عامل بنت هتجهز له صورة موديل بنت، لو عامل ميل او رجل هتجهز له صورة لميل او رجل. بس انا هوريك الفكرة يعني مش اكتر. هيفتح لك الصورة زي ما انت شايف، تمام. طبعا انت هتبقى مجهزها، وعندك الشكل للدايرة اللي انت شايفها دي، ده اسمه السبوت لايت، تمام. ايه هو السبوت لايت ده وبيتكون من ايه؟ الفكرة ان انا بحط الصورة على الموديل وببتدي ان انا كأنك بتطبع طباعة، بتطبع الصورة دي على الموديل بتاعك، تمام. طبعا لان الموديل حاجة والصورة حاجة تانية، فمش هيطلع مظبوط، بس هديك الفكرة وهشرح لك ايه هو السبوت لايت. اولا شايف العلامة دي زي ما انت شايفها كده، دي بتعمل روتيت للصورة، العلامة دي اهي بتعمل روتيت للصورة، تمام. العلامة دي بتعمل سكيل، بتكبر وتصغر مقاس الصورة على الموديل، تمام. لو الاول لو مسكت كده ضغط ومسكت من النص هنا، هتبتدي ان انت تحرك الصورة زي ما انت شايف، تمام. لو الصورة هنا مثلا وعندك البين سبوت لايت، الكلام ده كله سيبك منه لحد ما نيجي على السبوت لايت راديوس، وده بيعمل ايه زي ما انت شايف، بيزود لك حساسية الصورة، تمام. تمام الاوباسيتي ده اهم حاجة، خلينا نشوف كده مثلا اهم حاجة ليه. الاول السبوت لايت ده لو ضغطت في اي حتة بيعمل يعني بيروح على الضغطة بتاعتك، على مكان الضغط، وده مهم في ايه؟ مهم في التحريك والكلام ده كله لما تيجي تحركها. الاوباسيتي دي مهمة ليه؟ لان انت لما تعمل بص تقدر تشوف ورا فتظبط، يعني انت لو مش شايف مثلا العين دي محطوطة فين، لا دي محطوطة غلط، طب انا هشوفها ازاي؟ تبتدي تزود في الاوباسيتي ده زي ما انت شايف اهو، اهو زي ما انت شايف، تمام. اهو هنا اهو مكانه عشان الناس بس تبقى عارفة. والفيد والكلام ده كله سيبك منه، يعني انا بديك الحاجات اللي تهتم بيها دلوقتي. ودي بترتب، يعني لو حاطط كذا صورة، خلينا نجيب صورة تانية تكستشر امبورت، وليكن صورة بتاعت الجانب دي، هقول له اوبن. شايف ابتدى يحط لك الصور على جنب هنا. طبعا لو عندك اكتر من صورة، انا كل اللي عندي صورتين، خلينا نجيب التالتة بالمرة، هقول له رقم واحد، تمام. طبعا انا كنت بقول ان الناس بتلاقي صعوبة في انها تلاقي الصور دي، الصور اللي بالشكل دي اللي بنستخدمها في التكستشر، عمل التكستشر او عمل السبوت لايت تكستشر، الناس بتلاقي صعوبة في ايجاد الصور دي لان معظمها بيكون مدفوع مش مجاني. فانت حاول تلاقي على قد ما تقدر من الصور دي وتشيلها عندك، ما لقيتش هنتعرف على الطريقة التانية، تمام. زي ما قلت لك دي طريقة ترتيب الصور زي ما انت شايف اهو، ترتب الصور من خلالها، تمام. اهو زي ما انت شايف اهو، اهو لو عندك كذا صورة عشان تبتدي ان انت ترتبهم، تمام. احنا عندنا الصورة دي مثلا، احنا عايزين نبتدي بالصورة دي، فهختارها، تمام، وهبتدي اضغط عليها دبل كليك، هنزل ال السبوت لايت معايا، طبعا هصغره شوية. يعني الفكرة كلها ان انت بتبتدي تظبط الصورة على الموديل، على الموديل بتاعك، تمام، بحيث يبقى الفم مع الفم وهكذا، تظبطه اقصى درجة ممكنة. لقيته عايز يتعمل له روتيت، تعمل روتيت، تمام. مش شايف، عايز تشوف اكتر تعمل زي ما انت شايف اهو،
كده الاوباسيتي وتزود عشان تشوف الصورة رايحة فين. تمام. الناس اللي بتشتغل بقى، الناس انا عايز في شوية ادوات هنا اهي زي ما انتوا شايفين، الناس اللي بتشتغل على الفوتوشوب هتعرف الكلام ده. اداة زي النادج دي بتبتدي، يعني انا شايفها كأنك بتعمل سكولد على الصورة. النادج دي اداة طبعا بتوع الفوتوشوب بيعرفوها، ان انت بتبتدي تحرك تمام الصورة ثانية. تمام كده، لو ضغطنا على حرف الزي كده انت كده بتديله امر اللي هو البينت. تمام، ادينا ضغطنا على حرف الزي كده ابتدي شايف الشكل اللي تحت الفرشة ده، دي الصورة، ابتدي اعمل منها بينت او وضع الالوان من خلال الصورة. ده من حرف الزي. عايز ارجع الصورة تاني هضغط على زي تاني، شيفت وزي، ده بيشيلك بقى السبوت لايت خالص. تضغط على زي تاني عشان ترجع، يبقى زي هبتدي ان انا الون. تمام، زي بيرجعها تاني، شيفت وزي بيشيل السبوت لايت خالص. تمام، وما تنساش ان احنا على الار جي بي وقافلين الزيات برضو، وتتأكد من الانتنسيتي بتاعك كام. تمام، وهتبتدي اداة النضج زي ما احنا قلنا دي اداة انت بتستخدمها ان انت بتبتدي تعدل الصورة. ممكن يعني تاخد جوانب من الصورة ترفعها لفوق تنزلها لتحت وهكذا. تمام، فشيفت وزي مثلا، وهتيجي مثلا تقرب لو عايز تتحكم تقرب تبعد والكلام ده كله، شيفت وزي، بعد كده تروح مرجع زي تاني. تمام، هتلاقيها طبعا اتحركت لان انت حركت الكاميرا، فتبتدي دلوقتي ان انت تعيد وضع الصورة بتاعتك من تاني. لو ضغطنا على حرف الزي شايف اللي حصل، هتبتدي ان انت اهو زي ما انت شايف تبتدي تعمل السكولت بتاعك. طبعا دي ده صورة راجل والتانية كانت صورة ست، مش مشكلة، بس عشان تشوف يعني اللي بيحصل. تمام، اهو زي ما انت شايف اللي بيحصل. طبعا كان ممكن تستخدم ماتيريال تانية وليكن الماتيريال السكين شيدد اللي هي باللون الابيض. هتضغط على زي تاني. تمام، وهكذا، دي الفكرة. تمام، ممكن شيفت وزي وتروح راجع كده اهو، هجيبها من الجنب. تمام، او وليكن الجنب التاني مثلا لان كده كده السيمتري شغال، وزي ودبل كليك على الصورة اللي بالجنب بقى، وتبتدي تظبطها على الجنب. اظن يعني وضحت الفكرة، وضحت عاملة ازاي، وتبتدي ان انت تظبط مقاسات الصورة مع الموديل بتاعك وطبعا زي، وتبتدي ان انت بقى تدي بينت او ترسم. تمام، وهكذا. يعني انا مش شايف حاجة غريبة في الموضوع ده. كان اللي احنا بنسميه سبوت لايت، ان انت بتشتغل بالكالر او من خلال صورة. تمام. طيب بالنسبة للناس اللي مش بتلاقي الصور دي، الناس اللي مش بتلاقي الصور دي، بالمناسبة قبل ما ننسى، طبعا ممكن تجيب اي صورة لأي حاجة وتاخد الالوان بتاعتها. لو عامل مثلا ملابس وعجبك لون على صورة، ممكن تجيب الصورة وتعمل نفس الحوار ده وتشتغل تعمل اللون على الملابس وهكذا. تمام، يعني جميل خالص، ممتاز جدا. طيب بالنسبة بقى للناس اللي مش بتعرف تجيب الصور دي، ايه الحل؟ انسى كل ده. تمام، انسى كل الكلام ده، معلش بقى اعطينا لك شكل مش شكلك بس مش مشكلة، انسى كل الشكل ده. الناس اللي مش لاقية الكلام ده هقولك تعمل ايه بقى. الناس بقى اللي مش لاقية الصور اللي قلنا عليها تعمل منها السبوت لايت، بص تعود في المجال ده، مفيش حاجة توقفك، كل حاجة وليها حل في المجال ده، مفيش حاجة توقفك. اخترع اي حاجة، اخترع اي حاجة، المهم توصل للي انت عايزه.
في يعني زي ما قلنا الحاجة ممكن تعملها بمليون طريقة، المهم ما تقفش. فسيادتك هتطير بقى على الموقع بتاع بيكسل لوجيك اللي اتعرفنا عليه في حلقة من الحلقات اللي فاتت، او حتى جوجل. يعني جوجل اهو انا جبت منه الشكل ده، ممكن نستخدمه نعمله تاتو للشخصية مثلا. وعندك موقع بتاع بيكسل لوجيك، طبعا كل حاجة مجانية فيه. هنفتح مثلا السكين اند فيور وهنشوف ايه اللي موجود. طبعا عندك اشكال للجلد اهو، اختار مثلا انت تعمل شخصية، تختار شكل الجلد اللي انت عايزه، اعمل بقى مكتبة عندك بقى التجاعيد والجلد والمكان بتاع العين الجفن، خد الكلام ده كله هتحتاجه برضو انت وبتعمل الالوان واللون بتاع اهو العينين الشفايف مثلا اهو، طبعا للايدين حتى ظهر الايد الجبهة الكلام ده كله، او خد الحاجات اللي انت عايزها من الموقع تمام وحملها واعمل مكتبة لنفسك. وعندك جوجل برضو اكتب مثلا سكين تكستشر، الكلام ده كله هيطلع لك ملايين. هتروح حضرتك منزلهم زي ما انت شايف اهو، شايف انا جبت ايه الحاجات اللي جبتها اهو، شكل للجلد مثلا طالما انت ما مثلا ما لقيتش الصور اللي زي دي. وهنروح على نرجع على زيبرش مرة تانية، نعيد الكلام تاني، كنترول ان لايت بوكس تول تمام اديت تمام كلر في الاوبجكت تمام. نفس الحوار اللي عملناه تكستشر، وهروح على امبورت تمام، وهجيب الصورة. خلاص في حالة ان احنا مش لاقيين صور زي كده هجيب صورة الجلد ده بقى تمام. خلينا نزود الاول، نعمل له ديفايد، مش عايزين نزود قوي، خليها حد كده كويس عشان بس ما يبطئش معانا. طبعا على الار جي بي، وتظبط الانتنسيتي بتاع الار جي بي بتاعك تمام. ونجيب سبراي مثلا ونروح على التكستشر ونختارها اللي احنا جبناها اهي، وهقول له اد تو سبوت لايت، هظبطها بقى. خلي بالك علشان كل ما تكبرها كل ما تلاقي التفاصيل بتطير منك، بس انت ظبطها على قد ايه، على يعني على حسب ما انت عايز تمام. وهكذا مفيش حاجة توقفك. وهضغط على حرف الزي وزي ما انت شايف وابتدي. ومش عايزين الصور اللي بفلوس دي ولا الحوجة ليهم. وطبعا الشعر هتجيب بقى تكستشر شعر، وانت عرفت يعني عرفت الدنيا ماشية ازاي تمام. وتبتدي وهو كله بصورة واحدة، عملنا شكل الجلد كله بصورة واحدة بدل ما اجيب 30 صورة من الشكل ده. ولو بصيت كده هتلاقيه واخد التفاصيل، يعني لو في تفاصيل في الصورة هتلاقيها نازلة، شايف جميل جدا نازلة مع التكستشر. طبعا الشعر تجيب له تكستشر شعر نفس الحوار، وهكذا اهو تبتدي تنقل الصورة من مكان لمكان زي ما انت محتاج المكان اللي تعمل منه بينت، وهكذا اهو ولا تتعب نفسك. والعينين طبعا نفس الكلام. وطبعا لو عايز تعمل بقى التفاصيل ادق تجيب بقى زي ما قلنا من الموقع التفاصيل اللي هي بتاعت جفن العين موجودة على الموقع تجيبها، ونفس الحوار وهكذا. والشعر بقى تجيب له تكستشر شعر ونفس الكلام، وتظبطه نفس الكلام وهكذا زي ما انت شايف اهو، ولا تتعب نفسك ولا الكلام ده كله اهو. بس كده للناس اللي مش لاقية الصور دي، لان الصور دي او ممكن تلاقيها موجودة، لكن الصور دي اساسا بتبقى يعني مدفوعة مش مجانية الى حد ما. بس ادي الحل يعني بتاع الناس اهو، مش حوار يعني.
وهكذا. وظبط انت بقى العينين، هتلاقي جوجل مليان 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 العينين ده. تجيب الصورة بتاعت العينين وتبتدي تعمل منها نفس الكلام. تمام، خلينا نشوف كده. ادي صورة لقيتها على جوجل للعينين، ممكن نفس اللي عملناه تكستشر امبورت وتجيبها ونقول له اوبن ونجيب سب تول ونجيب العينين. تمام، ونروح على تكستشر نفس يعني مفيش حاجة، مفيش جديد، نفس اللي عملناه ونروح جايبينها ونظبطها على العين بالظبط، نصغر الحجم مثلا لحد ما يبقى نفس، ممكن نقول له زي ونجيبها كده شوية نقرب. تمام، ممكن نغير نجيب توي بلاستيك طبعا بقى كله احنا على الار جي بي، هنقول له color fill object ونجيب الشخصية بتاعتنا ونجيب المدكاب جراي مرة تانية واقول له color fill object. هرجع للعين مرة تانية، هضغط على حرف الزي وابتدي ان انا اظبطها بقى، هضغط على حرف الزي وابتدي ان انا احنا على الماتيريال، اقول له ار جي بي بقى مش ماتيريال، ركز المفروض انا اللي اركز. وهكذا هنرجع مرة تانية اجيبها، هرجع ماتيريال عشان الماتيريال اللي تاهت مننا توي بلاستيك، وهقول له كلر في الاوبجكت زي ما انت شايف اهو، شايف الفرق من هنا وهنا لما حطينا تكستشر عن الفرق عن اللي ما فيهاش تكستشر، شايف شكل العين زي ما انت شايفها واقعية الى حد ما زي ما انت شايف اهو من بعيد ومن قريب. والاسنان طبعا ممكن اي لون تظبطه انت بنفسك. وهكذا ادي السبوت لايت زي ما قلت لك، طبعا هيوفر عليك كتير جدا ان انت تحط لون من صورة، ده هيوفر اكتر من ان انت تعمل اللون ده كله. ممكن تكستشر حاجة تانية سريعة، انا الوقت طار مننا خالص مش مشكلة. وهتقول له بعد ما اخترنا هقول له add to spotlight، يعني لو ركزت هتلاقيها ما فيش حاجة جديدة بنعملها، هو نفس الحوار اللي بنعمله على طول. ونظبطها بقى وليكن مثلا هنا، واضغط على حرف الزي، وطبعا ار جي بي ما تنساش، وهيبقى في الجوانب اللي هي باللون الابيض دي، فتركز انت وبتحط انت بتحط اللون. تمام، هختار الشخصية، هقفل السيمتري وتبتدي ان انت تحط اللون بتاعك. لو الابيض جه منك على الجنب مش مشكلة، انت ممكن اساسا من الاول تظبط الصورة، انا مظبطهاش، انا جبتها بس من جوجل وعملتها على طول. ممكن ان احنا نجيب الصورة بتاعت الجلد تانية ونعالج الحواف بتاعتنا دي اللي هي بقت باللون الابيض، مش مشكلة. بس الفكرة خلينا نضغط كنترول زي عشان نشوف اللي حصل اهو، زي ما انت شايف طبعا الجوانب دي ممكن نعالجها، نجيب الصورة مرة تانية بتاعة الجلد ونعالج الحواف دي، او ان احنا نظبطها بالفوتوشوب الاول قبل ما نشتغل بيها. او الفكرة التانية لو ترجع بالفكرة في الالفا، فاكر ان احنا شلنا الجوانب الحواف لما كان بالمربع، ارجع لحلقة الالفا تاني عشان تعرف ان الحلقات كلها موصولة ببعض، لما شلنا الحواف ممكن تعمل نفس الفكرة دي. تمام، واو، عايز تشيل الجوانب قدامك مليون طريقة تشيل بيها الجوانب كده. اتعرفنا
على كذا طريقة للسبوت لايت والكلام ده كله، تمام. دلوقتي السبوت لايت ممكن ان انت تعمل بيها اي حاجة، تجيب اي صورة، لو عامل مثلا حيطة تجيب صورة للطوب تعمل منها الصورة، ملابس تجيب منها صورة، وهكذا والكلام ده كله. كنترول ان. وحاجة اخيرة بس عشان نثبت الفكرة، انا عارف ان الوقت طار مننا، معلش يعني عشان بس النت ضعيف وبنتعذب في رفع الحلقات دي. الراجل ده مثلا خلينا نجيب، عايزين نختار حاجة معينة بس منه ونشيل الباقي. احنا عايزين حاجة واحدة، ولا نجيب التيشيرت؟ مفيش مشكلة نجيب التيشيرت، تمام، ونديله ماتيريال جراي مثلا كولر، وهقول له كولر في الاوبجكت، تمام. وعايزين نجيب حاجة بس عشان نزود عليها، ماشي، نجيب التيشيرت فقط، نعمل ديفايد، اظن يعني كده لحد ما كويس. تكتشر اهدا نوع من نوع الملابس على سبيل المثال، هقول له امبورت، وطبعا اي شكل لاي حاجة انت بقى مع نفسك اختار اللي انت عايزه، سبوت لايت وهكذا. زي ما انت شايف اللي بيحصل قدامك، تمام، وهكذا تتنقل بالصورة بقى وعيش، وهكذا زي ما انت شايف، وانت بقى تظبطها اكتر، تمام. يعني سبوت لايت نستخدمها في كذا حاجة، ممكن نستفاد منها في كذا حاجة، ملابس بقى، تلوين ملابس، الكلام ده كله، وبتنجز معانا، بناخد من الصورة وخلاص خلصنا، تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة علشان الوقت طار مننا. يا ريت الناس بقى تنزل الديمو هيد وتعمل عليها البولي بنت او السبوت لايت على حسب ما انت عايز، وتشيل البروجكت تحفظه عن طريق فايل وسيف از، تمام، وهتكتب اي اسم تحفظ بيه بعد ما تخلص، علشان خاطر الحلقة الجاية هنعرف ازاي نفرد اليو في ونعمل يو في ماب ونعمل انواع التكستشر، علشان لما نطلع الموديل بره الالوان دي تثبت وتفضل معانا، سواء ودينا محرك العاب او ودينا مايا او ماكس او اي حاجة، تمام. فياريت الناس تعمل سواء كان طريقة السبوت لايت او البولي بين، تحفظ تعمل شخصية باللون بالالوان بتاعتها وتحفظها للحلقة الجاية، علشان يعني تطبق عليها التكستشر ماب والكلام ده كله. ان شاء الله الحلقة الجاية اخر حلقة معانا التكستشر والرندر. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.